انتهينا مثل ما انتم عارفين للتو من جلسة اليوم اللي بدأت في التصديق على المضابط ثم الرسائل الواردة واتخاذ العديد من القرارات في العديد من الرسائل الواردة، وبعد ذلك بند الأسئلة، وثم دخلنا في بند الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء. تقدمت الحكومة بطلب إحالة هذا الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لعدم دستوريته حتى يعني تكون الأمور فيها عدالة. طلبت موافقة المجلس على أن يكون 2 مؤيدين و2 معارضين لهذا الطلب، وتحدث المؤيدون والمعارضون لطلب الإحالة والمؤيدون لطلب الإحالة والمعارضون لهذا الطلب، وبعد ذلك طلبت بعض نقاط النظام وأعطيت بالتساوي بالضبط 2 للطرف الأول و2 للطرف الثاني في نفس الوقت حتى تكون هناك عدالة وفرصة للجميع لأن يبدي وجهة نظره وتحترم وجهات النظر جميعها سواء ما نتفق معها أو اللي نختلف معها. وبعد ذلك أجريت التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة 41 عضو مؤيد للإحالة إلى التشريعية و20 عضو معارض للإحالة التشريعية، وكان في عدم مشاركة من قبل 2 من الأعضاء. وبالتالي تحول الآن الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لتقدم تقرير بمدى دستورية الاستجواب من عدمه، ثم يرفع إلى المجلس والمجلس يأخذ قراره في هذا الأمر.